اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه الحياه الجزائريه متابعي برنامج السكوار، مرحبا بكم في عدد جديد. كما جرت العاده ننزلوا للشارع ونشوفوا راي الناس، واليوم راح نشوفوا راي الناس في ما هي العراقيل اللي والاسباب اللي تواجه الشاب الجزائري اللي راه ناوي الزواج. يلا نتابعوا بعض الاراء، اراء المواطنين الجزائريين. من راينا كاين اللي ما راش واجد، ما نقولوا سرتو الوقت اللي رانا فيه دوكا، ما يشقاش يخمم كاع، شوف من ناحيه من راسه دايره حاجه جات راحت، بصح يجي وقتها، هي من حقها تكون وحدها، بصح الوقت اللي رانا فيه ما كيما نقولوا كيما لي جون كيما النساء راهم كاع كيف كيف، هذو يدومونديو حاجه ماكش منها، ولي جون باش يدير هذيك الحاجه وهي ماكش منها، صافي تبقى هكذاك. على خاطر اول حاجه الامكانيات ما كانش، دركا ساكن ما كانش، اول حاجه ساكن خي حق. ساكن ما كانش، ولا الانسان يحلم به يولي عنده ساكن، ولا يحلم به يولي عنده خدمه. باغ اكزومبل انا درك خرج جامعي، الخدمه اللي سبيسياليتي تاعي الخدمه ما كانش اللي راني نخدمها. باغ اكزومبل تخرج كومينيكاسيون راني نخدم خدمه خلاف، نخدم ميكانسيان ولا نخدم في حانوت ولا تما، مش ما نخدمش الخدمه تاعي انا. بمعنى نخمم في الزواج، انا ما نقدرش نخمم في الزواج، الامكانيات ما كانش، لا ماديه لا مم، تحطمنا درك على راه الزواج. كي توفر بربي ان شاء الله الامكانيات من هنا بربي ان شاء الله على وقت توفر لنا الامكانيات، الانسان يولي يقدر يخمم في الحاجه هذه. اول حاجه نخمو في العمل، نخمو صح في الحوايج الاخرين باه نقدروا نخمو في يا اخو. المشكل الاول هو مشكل تاع العامل، كان بزاف شباب الجزائري راهم في البطاله، تما كي يكون الشاب ماشي خدام ولا اخر ما يقدرش يقدم الزواج. كذلك يا اخو غلاء المهور، المهر في الجزائر ولا بزاف غالي، الذهب كان يشرطوا لا سال ديفات، كان يشرطوا بزاف، يشرطوا بزاف عفايات الجبه هذيك، كان يشرطوا بزاف عفايات اللي من شاب جزائري ما يقدرش يتقدم للزواج. كذلك السكن كان اللي عندهم مديق، كان ما يحبش تكون مع يماه كما قلت، كان تحب تكون مع يماه. كان بزاف مشاكل، من هذو هما الاساسيه منهم. اولا الساكن، ثانيا العامل، يكون عنده الاستقرار، ثاني لازم يكون هو يكون موفر لنفسه هاد الصوالح هادو باش يقدر يستبيت. ما يعرفش عنده هاد الصوالح ما يقدرش يستبيت. انا من عندي سما من حقه هو، ثاني فهمتني، هو من حقه باش يكون عنده هاد الوسائل باش هو يتمكن باش يعيش الحياه تاعو الزوجيه كيما حب الخاطر. الاسباب هي اسباب، الاولى اسباب اجتماعيه، منها كيما نقولوا احنا نقص العمل، الظروف تاع السكن، كيما نقولوا احنا نقص الثقه بين البنت والراجل. دوكا باش الواحد يروح يتزوج يخاف يجيب طفله ثلاث شهور يطلقها ويخسر 150 مليون ولا فايته على جا العرس، من بعد ثلاث شهور يعاود يطلق، يقول لك علاه نتزوج كاع، خاطش ولات شغل الزواج كيما نقولوا صعيب والطلاق ساهل. دوكا تخزر كيما نقولوا احنا بالك راهي نسبه الطلاق في الشهر بالك واقع 300 حاله طلاق في الشهر، كان تحسبها كامل على المستوى التراب الوطني، راهي عباك باللي ولينا شغل كيما نقولوا ارقام خياليه، كانت بكري ما تكونش. المطالب تاع الزواج هذه منها تاع المراه شغل اسباب تافهه هذيك تكلفك حتى 40 50 مليون. لي فو فري كيما نقولوا احنا، الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال لك؟ قال لك من قل مهرها كثرت بركتها. هما نحاول الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم دوك. صاي عاد الرسول صلى الله عليه وسلم دوك هذيك عاد الحديث تاعو شغل راحوا شغل كيما نقولوا احنا نحاوهم كاع. شغل يتاخذوا غير بالاسباب اللي تساعدهم هما باك. ما تروح باش كيما نقولوا تخطب هكذا هذيك يكلفك الدرجه تاع شغل ما تطيق لهاش انت. انت باش تتزوج شاب كيما انا لازم له خمس سنين. خمس سنين هو يخدم كيما نقولوا احنا ينحيها من الكبشو ويخبيها خمس سنين باش يتزوج. باش يتزوج هذه خمس سنين. وبعدك انت كيما نقولوا الزواج هذاك بالك ما يصدقلوش. يا خويا الزواج تاع دوكا نقول لك حاجه، ما يقدروش ناس يتزوجوا باسكو ما كاش سكنه، ما كاش خدمه، هكذا خونا ما كاين والو. بكري كانت كل حاجه وموفرت لهم، بالك نقولوا كان يسكن مع مواليه، تاخذ المراه تحب تسكن مع مواليه. دوكا تقولوا ما تسكنش مع مواليك، انا تقولوا نحب نسكن مع تشوف لي ابارتمون وحدي، باسكو الراجل ثاني فنيا ما يحبش يخدم ثاني كانا، الراجل ثاني ما يحبش يخدم. كان انا المراه انا اختي يجي دي واحد ما يخدمش ما نعطيهالوش، ولاش نعطيها له ثاني؟ يجيني واحد انايا ما يخدمش عمره ما خدم، ويجي يعطيني اختك ما نمدهالوش، يمرمدها ونخدم عليها انايا، ما نعطي الله ما يديها. انا المهم يكون راجل خدام ما باش يدي بوشيرو كاره نعطيها له، ليسونسيج بنهارو. هذه هي الدنيا. ما كاش دراهم دركا والحاله غاليه،
ما منقش تاع زواج كاع غالي، ما يقدروش الزوج درك المهر او بزاف اللي تروح عندها درك تخولك مهر 30 مليون الفوق قاعد يطلبوا بزاف المهر، على بها درك يكون الزواج ما يكونش بزاف، عاونوا تكون نسبه كبيره في الجزائر. والله العراقيل اللي تخلي الشباب ما يزوجش كاين بزاف عراقيل، كاين عراقيل اجتماعيه وكاين عراقيل، اغلب العراقيل هي عراقيل ماديه، دونك المجتمع ولا مجتمع متطلب، مجتمع مادي، المرأة تشرط بزاف حوايج، كذلك الراجل ثاني يشرط بزاف حوايج، يعني ما كانش هذاك التكافؤ الاجتماعي بين المرأة والراجل اللي يخليهم ينسجموا ويتنازلوا. هو في الأساس الزواج هذا واش هو؟ هو علاقة رابط تاع الراجل يتنازل والمرأة تتنازل في سبيل باش يعيشوا حياة سعيدة وباش يكونوا أسرة. دوك تلقى مثلا الراجل ما يخدمش، وإذا كان يخدم تلقى ما عندوش دار، دار وحده، والمرأة تقول له أنا حابة نسكن وحدي، الرجل ثاني ولا متطلب، الرجل ثاني كاين رجال يبلوا طمعين يطمعوا في النساء باش يدي مرأة تخدم، يقول لك أنا ما نديش مرأة قاعدة في الدار، ندي وحدة تخدم وتصرف عليا، تلقاه هو ما يخدمش وهي تخدم ويحوس يزوج بها. هذه من بين العراقيل، وكاين عراقيل تاع المجتمع تاع العادات والتقاليد، كاين الناس اللي يتبعوا العادات والتقاليد بزاف، وكاين الناس اللي تخلاوا بزاف على العادات والتقاليد، والإنسان لازم يكون متوازن في الموضوع هذا. وان شاء الله نتمنوا اي واحد يتمنى امراه يدي المراه اللي يتمناها، وكذلك المراه اي وحده تتمنى واحد تدي الانسان اللي يتمناه. كاين بزاف اسباب يخلوا الجن الجزائري ما يتزوج، من جهه عنده حق ومن جهه ما عندوش حق. الاولى على السكنه، الزوجه الخدمه هي الاولى كاع، ما يخدمش صافي دوك زواجك شغل غلا، تما 50 60 مليون مدلو والو، هو الفرق ما عندوش. لا بريسيون تاع الدار، ما نهضروش على المراه، المراه هي تاليه، المراه كيما يحب هو. المهر تاع المراه ولا غالي بزاف، لازم لك دار، لازم لك تكون وحدك، تما مو وباباه وخاوته وخياته يسمح فيهم، كاين اللي ما يقدرش يسمح فيه والديه باسكو الوالدين هما صح، وكاين اللي المسكين اللي غالب بيميل اللي يروح لجهه يسمح في الوالدين، وهذاك ما ينجحش اللي يسمح في والديه، امبوسيبل ينجح مهما كان مرفه ولا فقير، باسكو ماشي دا يدعوه خير، واللي دا يدعوه خير ينزل والديه وينجح وبالعقل بالعقل ويطلع، اذا تبع والديه باسكو الوالدين هما الصح. تما الخير مرة وشر مرة. درك حنايا نسا كيجي واحد يخطب واش نقولوا؟ الاولى عندك دار، نورمالمون عندك دار ما نقولوهاش، سيد ساكن مع العائلة يبقى مع العائلة تاعو، تي ما تجيش متاني تبعديه على يماه وباباه، هادي أمو عندها كبدة، صح ولا لا؟ زوجة شا تخدم؟ الجزائر ما فيهاش خدمة، على هذيك رانا في الظروف هذه، صافي لو كان السيد هذا قرا وخدم ودار تاويل، حكون رانا لي جان فيه ذو كاع مزوجين كاع رانا لاباس، ما عندناش حاجة. أزمة السكن، أزمة العامل، والمطالب بزاف تاع الوقت الحالي، تشوف في المطالب بزاف، راهي المرأة تطلب أكثر من اللي أكثر من شي تحابل بزاف، الناس تطلب الهنا وتطلب باش يصطاب لي حياتها، تطلب باش دير المستقبل تاعها، باش بالصحية نو. يا خو كاين بزاف أسباب، ماشي غير سبة وحدة، ولا كاين بزاف منها المرأة ولا تتكبر على الراجل، فاهم؟ بزاف صوالح، ماشي غير دوكا باش تروح تخطب وحدة يقول لك واش تخدم الحاجة الأولى، فاهم؟ الحاجة الدوزيام شكون باباك شكون انتايا، الحاجة التروازيام وين تسكن، عندك دار، الحاجة الرابعة يقول لك عندك دارك وحدة ما عندكش، بزاف صوالح يا خو، ولاو يتكبروا بكري ما كانوش كذا هكذا، كاين كاع الوقت تبدل بزاف، فاهم؟ تروح تكومباري الوقت تاع بكري ودوكا ماشي كيف كيف، فاهم؟ وهذه يا خونا والله غير المهم الزواج مليح بصح لا غالب هما صعبوها. الاسباب هي البطاله، الخدمه ما كانش نورمالمون الدوله تاعنا دير صندوق الزواج، نورمالمون الدوله تعاونهم الناس هذوك صندوق الزواج باش يعاونوا الناس، ما يقدروش ولا دوك الصاله 40 مليون الكاطو ما نحسبوش، وزيد البابا هي شلط عطيني 150 مليون يشلط بنته، ولازم الدار وحدها ولا سلا طوموبيل، بزاف الشروط هادو كاع على بها المواطن ما يقدرش يزوجش على هذه المساله، وثاني بزاف اسباب، وهي تقول له ما نسكنش مع يماك، ما حبش كل ما الطفله ما تحبش تسكن وحدها، منين ناجي منين راح يجيب السكنه راح يجيب الاخر، هذه هي الاسباب تاع خو. واش نهضروا الصراحه دوكا الزواج ما ولاش كيما بكري، تما دوكا باش تتزوج لازم تخمم دير بلون لحياتك،
زعما لاج دو 19 عام باش ما تخممش او موان تتزوج 30 عام باش دوك علاه الصالير تاع الخدمه ماهوش اكزيستي بلادنا دراهمنا طايحين البنات يشرطوا بزاف لي فامي ما نحكوش ما تديش هذه ما تديش هذه يماك لازم هي تخير لك شغل فيها بزاف عفايس اللي خلاونا توجور روطار منها صداق وعفايس تاع البنات سيرتو كداش تشرط لك هي وباباها يشرطوا يما تشرطوا تكون وحدي ما تكونش مع داركم سي بور سا يخلوا لي جون شغل ما يخموش اصلا دوك زعما باغ اكزومبل سقسوا على واحد يخص 3 ملايين في الشهر شحال باغ اكزومبل زعما باش يضرب باش يتزوج ولا بايس بدا حل ساعه سكنه ولا كاين بزاف مديرين الدوسي وما عطاولهمش ديور تماك شغل انا غير نهبطوا لتحت حاجه الاولانيه كاع في الجيري السكنه هذه ومن بعد كيجيو بزاف عفايس مورا تقدر تجي الخدمه كاين اللي الله غالب كاين اللي يفوتوا لا بيريو تاع الزواج ما يقدرش يتزوج هذه هي تقدر تقول هكذاك ثاني المطالب الماديه ثاني كيلعبوا دوره كاين اللي يقدر وكاين اللي ما يقدرش هذه هي إذن كانت هذه آراء بعض المواطنين حول العراقيل والأسباب التي تمنع أو التي تقف أمام الشاب الجزائري للزواج. إذن نلتقي وياكم في عدد آخر إن شاء الله، دائما نفس القناة نفس البرنامج الحياة تيفي والسكوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.